السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ومزيانين واحوال جيده، وعواشركم مبروكه، تدخل عليكم الصحه والسلامه وكل ما تمنيتو يا ربي. اليوم ان شاء الله ما غاديش ندير وصفه ديال الطبخ، وانما غادي ندير واحد الماسك اللي طلبوني بزاف ديال الاخوات، قالوا لي يعني تبقاي تبارطاجي معنا هكا الوصفات اللي كتستعملي، ماسكات وهادشي يعني ما يخص الوجه. واليوم غادي ندير واحد الماسك اللي هو زوين صراحه، اللي كيرطب البشره وكيعطيها واحد النضاره وكيخفف من التجاعيد، خصوصا التجاعيد المبكره، يعني البنات اللي كيكونوا مازال باقي صغار وكتبان فيهم التجاعيد. وغادي ندوز دابا باش نحضر معكم هذا الماسك هذا، كنتمنى انه يعجبكم ويلقى الاعجاب ديالكم. والبنات اللي كيبغيو الوصفات، راني حطيت وصفات اللي جديده لهاد الشهر هذا، شهر رمضان، كنتمنى انكم تشوفوهم، وسورتو الشباكيه اللي صراحه جات غزاله غزاله، وحتى المسمن راه عن تجربه صراحه، اللي هذيك هي المعتمده اللي غادي نولي نستعملها. كنتمنى انكم تزوروا هاد الفيديوهات، السيدات اللي كيعجبهم الطبخ اكيد، والبنات اللي او السيدات يعني اللي كيبغيو الماسكات، حنا كاع يعني كنبغيو الطبخ وفي نفس الوقت كنبغيو نهتموا بالبشره ديالنا، ماشي غير الطبخ والدار وهادشي، كنبغيو نغيروا يعني مره هكا ومره هكا، ما غاديش نهملوا الانفس ديالنا. وغادي ندوز دابا باش نحضر لكم هذا الماسك هذا اللي كيجي رائع رائع بزاف، اللي فيه ثلاثه ديال المكونات يعني لا اكثر، يعني متواجدين بكل بيت. وغادي دابا ندوز باش نحضر معكم هذا الماسك هذا، خليكم معايا وكنتمنى انه يعجبكم، ويلا نمشيو نصايبوا الماسك. وهادو هما المكونات البنات كما كتشاهدوا. غادي نستعمل في الاول هذا الماء اللي دافي، يعني ما يكونش طايب وانما يكون شويه دافي، وهاد القطنه هادو غادي نستعملهم في الاول باش نفتح المسام ديال الوجه، باش هكا الماسك ديالي يكون ناجح والبشره ديالي تشرب هاد المواد هادي. وعندي زيت الزيتون ما يعني معلقه كبيره، وعندي صفار ديال البيضاء، انا درت يعني البيض البلدي، يعني ماشي بالضروره البيض البلدي، يعني اللي متواجد عندو يكون احسن، كيكون غني بالبروتين. وعندي حامض، يعني واحد طريفه الحامض، ماشي نص حامضه وانما غير شويه، والبنات اللي عندهم يعني حساسيه من الحامض يستعملوا غير شويه، غير قطرات قليله ما تكثروش، لان يعني زيت الزيتون راه كيحمي البشره وكيعطيها نضاره وكيحمي يعني كيحميها من الشيخوخه المبكره، راه كيساعد. واخا كاين الليمون، يعني ما تخافوش، يعني الحامض الناس اللي كيقولوا الليمون والناس اللي كيقولوا الحامض، يعني راه ما كاين حتى شي مشكل، يعني ما غتخافوا من حتى شي ضرر بالنسبه للحامض. وانا البشره ديالي جافه البنات، وكنستعمل هذه الطريقه يعني ناشف لواحد الدرجه اللي ما تخيلوهاش. وغادي ندوز دابا باش غدا في الاول ندير الوجه ديالي نقيه، وعاد نستعمل لي هذا الماء هذا بهذا القطن هذا، يعني نفتح المسام ديال الوجه، وغدا عاد ندير الماسك ديالي. ها نتوما معايا، وغادي ندوز دابا باش نحضر الوصفه ديالي. غادا ندير نوضع زيت الزيتون، يعني هاد المعلقه ديال زيت الزيتون كما كتلاحظوا، وغادا نوضع قطرات ديال الحامض، يعني ماشي بزاف. بالنسبه للبنات اللي كيخافوا من الحامض، راه يمكن لكم تستعملوا غير شويه. وغادا نخلط هاد مكونات هذه مع بعضها، راه يمكن لكم تدهنوا الرقبه واليدين، ضروري الرقبه ديروها. المهم انا غنستعمل معكم الوجه، انا غنزيد شويه ديال الحامض كما قلت لكم، انا واخا البشره ديالي ناشفه الحامض يعني ما كيدير لي حتى شي اعراض هكا ولا شي حميره في الوجه،
صراحه، لان يعني كاين زيت الزيتون ما عنديش مناش نخاف. هذا هو الشكل ديال القوام ديالو، يكون هكا. ودابا غادا ندوز باش نستعمل الطريقه. ودابا البنات غادا نستعمل الماسك ديالي اللي صايبت معكم، هو هذا. سمحوا لي البنات، انا حيتاش راني دايره الفولار ما غاداش نقدر نوريكم العنق. هاد الماسك هذا ما غاديش تبقاو تستغناو عليه، اللي غير مكلف. انا راه كنشوف غير في الكاميرا، يعني ما يعني هي اللي دايره هالمرايه. المهم نتوما راكم عارفين الطريقه، غير بغيت نديرو قدامكم باش هكا يكون حتى شي تكون شفافيه. الا البنات راني كنستعملو، ماشي بغيت غير نبارطاجيو صافي. المهم تحسبوا الوجه ديالكم كامل، يعني خدا هاد ال هاد ال الماسك هاد، يعني كله شبع، يعني ماشي غير شوية وصافي. المهم هانتوما البنات. ودابا غدا نحاول نبقى نماصي فيه هكا، يعني ماشي غندهنو صافي، خاصني نبقى ندير ليه هكا مساج باش يدخل ليا مع هادوك المسام اللي فتحت، يعني بالماء الساخن بحال هكا مساج دائري. يعني حتى ننتهي تماما، يعني من الوجه ديالي كامل تقريبا 5 ديال الدقائق البنات، تبقاو هكا ديروا مساج دائري في الوجه ديالكم، يعني كتحركوا ديك الدوره الدمويه، والمسام حتى هما اللي كيكونوا مفتوحين كيتشربوا هاد الماسك هذا اللي الصراحه مغذي 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 للبشره. يعني لو كان ما يعني ماشي ماسك ما غاديش نستعمله، ما غاديش نوري لكم. وغادي نتخليوه تقريبا ساعه كامله هاد الماسك ديالكم، من بعد ما حركنا الدوره الدمويه هكا في الوجه. المهم غادي نخليه، سمحوا لي البنات وسخت كاع الفولار ديالي. المهم معليش، غدا بغيت غير نوريكم باش تشوفوا بالتفصيل. غدا نطلق معكم بلاتي باش غدا نغسل الماسك، وهانتوما معايا. وهنا البنات، بعد ما درت الماسك وغسلته، يعني نقيت الوجه ديالي وداكشي، درت له الماء الدافي وعودته بالماء البارد، وهانتوما الوجه ديالي من بعد ما غسلت. يعني ما كاين حتى ما دايره حتى شي حاجه لوجهي، يعني الوجه كنحس بالنضاره. يعني من قبل كان الوجه ديالي حسيت به هاد المده هادي، يعني بحال هملته شويه، ما بقيتش كنديها فيه، كنت موالفه كندير الماسكات هكا متابعين، ولكن كتجي واحد الفتره اللي كان
كنميكو شويه ولكن ماشي مزيان هكا، كتحسي بالبشره ديالك باللي نشفات ولا عندها واحد النشوفيه ماشي مزيانه. ما خصكمش البنات تهملوا البشره ديالكم، ويعني دائما من يكون عندك الوقت واخا غير 5 دقائق استعملوا ماسكات الوجه واهتموا بالانفس ديالكم. راه ما كاينش حد اللي غادي يقول لك نوضي باش تشوفي الوجه ديالك الا ما نطيتيش انت وتحركتي. ماشي دائما الكوزينه الكوزينه الكوزينه. ما بغيت انا نبقى مركزه غير على الوصفات، لان حتى ماشي انا كنضل غير نطيب في الدار، وانما كندير ماسكات لوجهي، يعني كندير شحال من حاجه في حياتي ماشي غير كاسه وكنطيب. ومره شهيوات مره وصفات هكا البشره. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. ومن بعد ما ساليت البنات غدا اللي بغا دير الماء الورد تستعملوا راه مزيان، ودهن من وراها بالكريم مرطب. انا غدا نستعمل غير بهذا الكريم هذا اللي صراحه كيجي زوين، ويعني ضد التجاعيد كيعجبني انا بعدا متبعه. غدا نستعملو هكا الوجه ديالي باش يحيد لي هذاك النشوفيه اللي كاينه في وجهي. اسمحوا لي البنات، الفولار اليوم كالعصا قلبته من الجهه الاخرى باش هكا ما يبقاش يبان داك الصفر البيض، راكو عارفين يعني الزربه كياخذ اللون. كنشوف غير الكاميرا يعني محتاج حدايا المرايه، ولكن ما بغيتش بغيت نبقى نشوف فيكم هكا مباشره باش تشوفوا كل شيء بالتفاصيل. والله ما خبيت شي حاجه، يعني كل شيء بالتفصيل ممل. دائما الوصفات اللي غنستعمل غادا نبقى نوريها لكم هكا باش تشوفوها. اسمحوا لي نشوف المرايا هكا. هو البنات من بعد ما استعملت الكريم المرطب كنتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم، وإلا عجباتكم ما تنسوش تضغطوا لي على الزر الاحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس. بالنسبه للبنات اللي مازال ما اشتركوش في القناه كنقول لكم اشتركوا، مرحبا بكم. عندي وصفات اللي ان شاء الله غادي تكون متميزه واكيد ناجحه، لان القناه ديالي مبنيه على المحتوى اللي يكون صادق يعني بدون غش. ان شاء الله كنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر او في وصفة اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم.